بسم الله الرحمن الرحيم، ودرس جديد من دروس الأوتوكاد. النهاردة بقى هنبدأ في أوامر التعديل، اللي هي أوامر موديفاي، اللي هي المكان دوت كده شوية أوامر اسمها أوامر التعديل. طبعا أنا دلوقتي رسمت شكل ما، رسمت أي حاجة محتاج أعدل عليها، فالأوتوكاد بيديني كذا أمر من أوامر التعديل علشان أسهل على نفسي الرسم. طيب أول أمر معانا اللي هو أمر move. move يعني تحريك، يعني تحرك حاجة من مكانها. لو عندي لاين كده وأنا عايز أحركه من مكانه، أخده من مكان دوت أخده لمكان تاني، فأفعل أمر move أو اختصاره M وإنتر. بختار الشكل، بعد كده بدوس سبيس، بعد كده بمسك من النقطة اللي أنا عايز أمسك منها الخط، عايز أمسكه من هنا وأحطه هنا. تمام، يبقى تاني نعمل موف إم وسبيس، أختار الشكل، بعد كده دوس سبيس وأختار المكان. على فكرة المكان مش لازم يكون على الخط، أنا ممكن أمسك الخط من هنا يعني زي ما أنا عايز، يعني أمسكه من المكان اللي أنا عاوزه وأحطه هنا زي ما أنا عاوزه. تمام، طبعا أمر بسيط ومهم جدا. تاني أمر معانا اللي هو أمر اسمه روتيت. روتيت دوت علشان ألف في شكل ما، يعني لو عندي باب بالشكل دوت وعايز ألفه، بفعل أمر روتيت R O وانتر، بعد كده اختار الشكل ودوس سبيس، بعد كده بيقول لي سبيسيفاي البيس بوينت، حدد النقطة اللي انت عايز تلف حواليها الشكل، فبختار النقطة دي، بعد كده ببدأ ألف الشكل بتاعي زي ما أنا عاوز، وليكن ده الشكل اللي أنا عايزه. تمام، طيب أنا الشكل ده معايا كده وعايز أحركه تاني، روتيت ار او وانتر، بعد كده بختار الشكل بدوس انتر او سبيس، بعد كده بختار الشكل بتاعي وبرجعه زي ما انا عاوز الشكل ده. طبعا هو مش مظبوط كده، ده كان الشكل الاساسي. طيب نجرب حاجة تاني، مثلا عندي شكل زي دوت ريكتانجل كده وعايز اعمل له روتيت ار او وانتر، بعد كده بختار الشكل دوس سبيس، بعد كده بيقول لي حدد البيز بوينت، اقول له دوت واعمله كده. كده انا حركت الشكل بتاعي. طيب ايه اوامر تاني مهمة؟ ريز ده اللي هو لو عايز امسح خط واختصار في الكيبورد اي وانتر، مثلا عايز امسح الجزء ده وادوس انتر كده اتمسح معايا. نلاحظ حاجة، اني لما بعمل عليه كده بيختفي علشان يظهر لي ان هو هيتمسح، وجنب البلاس بتاع الماوس علامة اكس صغيرة، لو دوس كده دوس انتر بيبدأ يمسحه معايا. طيب اللي هي برضه لو اخترت الخط كده ودوست ديليت من الكيبورد هيمسح الخط ده، لو عايز تمسح اي جزء. وعلى فكرة علشان اختار اي شكل في الاوتوكاد هدوس بكليك الماوس وامشي يمين، هيظهر لي مربع اخضر واختار بيه الشكل. طيب لو دوس كده ومشيت الناحية التانية هيظهر لي مربع أزرق. نلاحظ إيه؟ إن أنا لو اخترت المربع الأزرق ما اختارش الريكتانجل معايا هنا. طيب لو الأخضر بيختاره معايا، الفرق إني كده لو اختار المربع الأخضر، لو جه جزء من الشكل جوه المربع الأخضر بيختار الشكل كله، أما المربع الأزرق مش هينفع. لكن أنا لو عايز اختار الباب بس
فما ينفعش اختاره بالشكل الاخضر بالشكل ده. ليه؟ لان اختار الريكتانجل اللي معايا الريكتانجل التاني. طيب انا اعمل ايه في الحالة دي؟ يبقى اسهل حاجة استخدم المربع الازرق، واختار كده اخترت الشكل معايا. برضو لو انا عندي نقاط كتير بالشكل ده مثلا وعايز اختار الريكتانجل ده والكام نقطة دول بدون ما اختار الباب ولا اختار الريكتانجل ده والريكتانجل دوت، طبعا لو فعلت الجزء الأزرق بيختارهم كلهم. الحقيقة انت لو عايز تختارهم كلهم تختارهم بعد كده بتدوس شيفت وتدوس على الشكل فبيستثنيه من التحديد، تاني شيفت وتدوس كليك بيستثنيه من التحديد. بس انت لو العناصر كتيرة فبتبقى صعبة بالنسبة لك. طيب الأسهل في الحالة دي قلنا تاني مش هينفع المربع والجزء الأزرق. طيب يبقى في الحالة دي أنا لازم أمشي ناحية الشمال وأختارهم كده بالشكل دوت، تمام. طيب أنا مش عايزهم أمسحهم دي كانت جزء معينة، يبقى على اليمين مربع أزرق وعلى اليسار مربع أخضر علشان تقدر تحدد الأجزاء، وممكن أحددها بالتحديد يعني تضغط على الشكل وتحدده معاك. طيب الأمر التاني اللي هو أمر كوبي أو نسخ، اختصار في الكيبورد سي أو وإنتر. لو عايز أنسخ الباب دوت عندي المقاس ده بتاع الباب هو نفس المقاس ده، فعلشان ما اعملش باب كتير وما اعملش بيبان كتير وافضل اشغل امر ارك وامر ريكتانجل، انا هنسخ الباب ده اقول له انتر وبيقول لي اختار النقطة اللي انت عايز تمسكه منها، اقول له النقطة دي كده انا ماسك الباب وحطه في اي مكان انا عاوزه واروح حطه هنا وادوس انتر بيروح حاطط لي الباب بالشكل دوت. طيب مش لازم طبعا نمسك الباب من النقطة دي، يعني مثلا ممكن أفعل أمر كوبي أمسكه من نقطة المنتصف. أمسكه من نقطة المنتصف إزاي؟ في قائمة نقدر نجيبها تدوس شيفت وكليك شمال أو كليك يمين للماوس وتختار ميد بتوين تو بوينتس يعني منتصف نقطتين، تختار النقطة الأولى اختار النقطة الثانية فبيخليني أمسك الباب من نقطة المنتصف وأقدر أحطه في أي مكان أنا عاوزه بالشكل ده. طيب لو أنا دلوقتي عاوز أمسكه من أي مكان تاني في اللوحة نعمل أمر كوبي تاني واختار الشكل ودوس إنتر همسكه من هنا زي ما انا عاوز وابدأ احط الباب بتاعي. طيب ايه اوامر تاني في اوامر التعديل؟ امر اسمه ميرور يعني اللي هو امر المراية علشان اعمل ميرور للشكل بتاعي. تيجي نشغله ونشوف هنعمل بيه ايه. لو انا عندي الباب بالشكل دوت وانا عايز الباب يبقى بيفتح كده بدل ما بيفتح بالشكل ده، تمام، هعمل ايه؟ بدل ما ارسم الباب تاني بدل ما اقعد احذفه وارسمه من اول وجديد، فلا انت ممكن تشغل امر ميرور وتختار الشكل بتاعك بعد كده تختار الشكل بعد كده تختار النقطة دي وتبدأ تحركه طبعا على حسب النقطة اللي انت بتختار منها. نعملها تاني، انا عايز الباب ده يبقى من جوه بدل من بره، اختار الشكل بعد كده اختار امر ميرور واختار النقطة دي بعد كده ابدأ احرك في الباب اختاره بالشكل ده. بعد كده بيقول لي Erase Source Object يعني عايز تمسح الشكل الاصلي، اقول له ايوه عايز امسحه
بعد كده انت ممكن تحركه بام موف، تختاره بالشكل ده، بعد كده تحطه بالشكل دوت كده. انا حطيت الباب الناحية التانية. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ انا ممكن اخليه بدل ما هو بيفتح كده يفتح الناحية التانية. اختار الشكل بتاعي، بعد كده اختار امر ميرور، بعد كده دوس نعملها تاني، اختار امر ميرور، بعد كده اختار الشكل ودوس انتر واختار النقطة بتاعتي. طبعا كده هعمله الناحية التانية. طب الحل ايه؟ طبعا حل ان انا تقعد بقى تجرب ايه النقطة المناسبة اللي انت هتبدأ تمسك منها الباب كده مثلا. طبعا هستخدم المرة دي ميد بتوين تو بوينتس، النقطة دي النقطة دي، واضغط هنا كده. عايز يقول لي امسح النسخة القديمة، اقول له ايوه امسحها. كده حطيت الباب بدل ما كان بيفتح الناحية دي بقى بيفتح الناحية دي. طبعا مكان الكليك بيأثر جدا، شوف انت عايز تمسكه من انهي نقطة، بعد كده بتروح موقعه في المكان اللي انت عايزه. طبعا اوامر مهمة جدا، واوامر هنحتاج لها كتير وانت شغال، هتحتاج لها طبعا، ما ينفعش تستغنى عنها، ومش صعبين طبعا، مفيهمش اي صعوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.